طيب عشان نتعرف بالمزيد من التفاصيل والصورة بتتنقل لنا من الدوحة، بنروح مباشرة لموفد اكسترا نيوز محمود شوي. محمود يعني اهلا بيك، وعايزين بقى تصف لنا الاجواء الخاصة باليوم الرابع، وخصوصا كمان لمنتخب عربي شقيق لعب النهاردة، والتعادل كان مهم النهاردة للمنتخب المغربي. صحيح يا محمود، يوم مهم، والمنتخب المغربي كان فارض نفسه بقوة على اليوم الرابع للمونديال. منذ قليل كان هناك احتفالات وصخب كبير من الجماهير المغربية هنا في منطقة سوق واقف، احدى المناطق المهمة في وسط الدوحة والمناطق التراثية اللي بيحرص كل المشجعين من كل أنحاء الدنيا على التواجد فيها للاحتفال في المساء وتناول العشاء، ثم سهرات فنية مختلفة من أطياف أو جنسيات مختلفة. هنا كان الجمهور المغربي هو بطل الحكاية النهاردة، بعد ما كان الجمهور السعودي هو بطل الحكاية بالأمس، لأن المغرب قدمت مباراة طيبة إلى حد كبير وحققت نتيجة إيجابية، رغم أنها كان بالإمكان أن تفوز على كرواتيا، لكن الانطباع الآن محمود أنه في حالة رضا عن تعادل المغرب مع كرواتيا، باعتبار أن كرواتيا هو وصيف بطل العالم، وكان كمان بإمكان المنتخب المغربي أنه يحصد الثلاث نقاط، لكن ده بيعطي أمل كبير للمنتخب المغربي في حصد نقاط جديدة في الفترة القادمة، المباريات القادمة، من أجل تحقيق حلم كبير هو التأهل للدور التالي، خاصة وأن منتخب المغرب من المنتخبات العربية القوية ويضم عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين في أوروبا. ده على المستوى المنتخب المغربي، لكن برضو في ظل الاحتفالات الجمهور المغربي كان مشارك الجمهور السعودي النهاردة في احتفالات مشتركة داخل منطقة سوق واقف والمناطق المحيطة للملاعب المختلفة. أنت عارف محمود أنه معظم الملاعب قريبة إلى حد كبير من بعضها البعض، لكن في وسط المدينة كان في تجمع كبير للجماهير السعودية والجماهير المغربية في مكان واحد، واحتفلوا الجمهور السعودي احتفل بالفوز على الأرجنتين، والجمهور المغربي احتفل بالتعادل أمام كرواتيا. هذا على المستوى الجماهير. أما على المستوى الفني فوليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، تابعنا كل تصريحاته، لكن ما علمته منذ قليل أنه وليد الركراكي تحدث مع بعض الزملاء الصحفيين من المغرب، وأكد أنه لديه طموح كبير في الفترة القادمة، كمان شدد على أنه على المستوى التكتيكي هناك رغبة لديه في تغيير بعض من التكتيك الخاص به في المباريات القادمة، باعتبار أنه لكل مباراة ظروفها الخاصة. طب كمان حكيم زياش اللي الجمهور نادى عليه بشكل خاص جدا، وهو واحد من أهم نجوم المنتخب المغربي، هو وحارس المرمى وعدد من اللاعبين، وطلبوهم بضرورة تحقيق الفوز طيب في المباراة القادمة يوم الأحد القادم. أنا مش عايز برضو أن احنا يعني ما نتكلمش وناخد وقت للفوز برضو، لأنه كان من المفاجآت فوز اليابان طبعا على ألمانيا، فعايزين برضو توصف لنا ده وكان أجواءه إيه، لأنه برضو كان تاني المفاجآت بعد فوز السعودية على الأرجنتين. صحيح، وبنفس السيناريو تقريبا محمود، أنه منتخب الألماني خسر بنفس السيناريو منتخب الأرجنتيني، سجل أولا ثم تلقى هدفين، واستحق المنتخب الياباني الفوز اليوم على المنتخب الألماني، لكن ردود الأفعال كانت قوية للغاية داخل صفوف المنتخب الألماني، وهناك حالة من الصدمة شهدتها بنفسي أكثر من مرة لدى أكثر من لاعب وكذلك المدير الفني للمنتخب الألماني، الذي اعترف بأن المفاجأة كانت صادمة بالنسبة له، رغم أنه حذر لاعبيه من تكرار نفس ما حدث مع منتخب الأرجنتين. المباراة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب الألماني، وهو ما اعترف به بعض لاعبي المنتخب الألماني بعد المباراة، حيث أكدوا أن المباراة كانت في المتناول، ولذلك خسر الفريق الألماني المباراة، لأن المنتخب الياباني استغل فرصة تراخي بعض لاعبي المنتخب الألماني. المجموعة اشتعلت بشكل كبير للغاية، وهو ما يؤكد أننا أمام مونديال مليء بالمفاجآت ومليء بالتوقعات الغريبة ومليء كذلك بالنجوم الجدد. اعتدنا في السنوات السابقة على
بعض النجوم، لكن يبدو أننا أمام مونديال ربما يضيف جديدا من النجوم والعناصر المميزة في كافة الخطوط وفي كافة المنتخبات. نعم، أنا بشكرك طبعا زميلنا محمود شوقي مباشرة من الدوحة موفد إكسترا نيوز على الرسائل، وطبعا هنكون موجودين معاك بكرة وبعده وإن شاء الله كل يوم لكل ما هو جديد من الدوحة. شكرا لك يا محمود.